ومن العلامات الصغرى للساعة أن تلد الأمة ربتها كما جاء في الصحيحين وعند مسلم أن تلد الأمة ربها. ما معنى هذا الحديث؟ معناه كما قال الخطابي رحمه الله أن الفتوحات الإسلامية تكثر فتكثر الإماء فيتسرى السيد أمته، يعني أنه يجامعها فتلد منه ولدا. هذا الولد من هذه الأمة يعد سيدا لأنه ولد سيده، وبذلك أن تلد الأمة ربتها. قال النووي رحمه الله على ذلك أكثر العلماء، وبعد هذا ونظره ابن كثير وابن حجر فلم يرتضي هذا القول. وإما أن يكون أن تلد الأمة ربتها أن السيدة إذا جامع زوجته وولدت منه ولدا باع أم ولده، فيدور بيعها إلى أن تصل إلى ولدها من حيث لا يشعر من أنها أمه. وإما كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح قال إن المقصود من أن تلد الأمة ربتها أن يكثر العقوق بين الناس فيعق الولد أمه فيتسلط على أمه كما يتسلط على أمته بالسب والشتم والإهانة وما شابه ذلك. يقول وهذا أليق، يقول رحمه الله هذا أليق. لما؟ لأن مثل هذا الشيء لا يحدث إلا عند انعكاس الأمور وعند تغير الزمان، ولذا قرنه وبين ما قاله عليه الصلاة والسلام وأن تصير الحفاة ملوك الأرض. وقال ابن كثير رحمه الله في النهاية قال وإما أن يكون الناس في آخر الزمن تسرون الإماء ويدعون الحرام. الشاهد من هذا أن الأمور تنعكس، وأوجه ما قيل في هذا هو كلام ابن حجر من أن العقوق يكثر في آخر الزمن فيهين الولد أمه كما يهين أمته.